الحقيقه حاجه جميله جدا وحاجه رائعه ان انتوا دايما تبقوا في ظهرنا، دايما تبقوا واقفين معانا، دايما بتشوفوا القناه ماشيه ازاي وبتتكلموا معانا وبتبعتوا لنا، واللي مبسوط واللي في بعض الانتقادات بتتقال بنعملها او بنحاول ان احنا نغيرها، لان انا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انتوا دايما الاساس في كل شيء، انتوا اللي دايما اذا كان عندي مجموعه كبيره من رئيس التحرير والمعدين بالكامل الحقيقه كلهم ناس محترمه جدا وكلهم على مستوى عالي جدا من الكفاءه، ولكن دايما حضراتكم بتكونوا معانا ودايما بناخد براي حضراتكم في اشياء كثيره جدا جدا. عشان كده انا يهمني الحاله النفسيه للجمهور، الحاله النفسيه للجمهور. بنمشي في الشارع وبنشوف الناس وبنسال الناس، بسال زمايلي وزمايلي بيسالوا الاهلاويه، والحقيقه سعيد جدا 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 بهذه الحاله، سعيد جدا 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 ان الحاله النفسيه عند كل جمهور النادي الاهلي منتهى التفاؤل اللي في الدنيا ومنتهى المسانده ومنتهى الوقوف بجانب الفريق. الناس حست بقيمتها اكتر واكتر واكتر كالعاده، يعني زي الفتره اللي فاتت، لان الفتره اللي فاتت ما كانتش تحتاج الا لشيء واحد فقط، هو جمهور النادي الاهلي. وجهه نظري انا دايما بقول هذا الكلام، ان اللاعبين اللي لهم دور كبير جدا والجهاز الفني له دور كبير جدا، ومن قبلهم الحقيقه مجلس الاداره اللي وفر للجهاز الفني اللعيبه واللي وفر الجهاز الفني اللي موجود حاليا، ولكن كل دول كوم وحضراتكم حاجه تانية. حضراتكم وشكرا يا سمير طبعا على الصوت، لكن حضراتكم انتوا الاساس في كل شيء، وانا كل مره بقول هذا الكلام وقد ايه انا فرحان وقد ايه انا سعيد، ومش انا لوحدي، كل الناس سعيده وفرحانه بشيء واحد فقط وهو مسانده جمهور النادي الاهلي. هو ده طبعا الطبيعي، ولكن يمكن كنتوا زعلانين شويه فالفتره اللي فاتت. الحقيقه قد ايه شفنا انتوا لما بتبقوا مبسوطين وبتقفوا خلف جمهور او خلف فريق النادي الاهلي، قد ايه الفريق بيتغير 360 درجه، قد ايه الفريق بيتغير بشكل كبير جدا جدا جدا. فعشان كده دايما بسال وانا ماشي في الشارع، قابلت حد اهلاوي اقول له اخبارك ايه، متفائل بالفتره القادمه. مش بتكلم على مباراه الزمالك فقط، ولكن انا بتكلم على كل المباريات. الفتره القادمه قد يكون النادي الاهلي بطلا للدوري، وهو الاقرب بالنسبه لنا احنا كاهلاويه، لانه هو النادي الاهلي دايما في حاجات كده هنبقى نتكلم فيها الفتره اللي جايه، الاقرب للبطوله الافريقيه ان شاء الله ان شاء الله. وبالتالي انت ممكن في اربع خمس شهور تكون خدت بطوله افريقيه وخدت دوري ان شاء الله، تكون خدت دوري ويتبقى ليك الكاس. فحضراتكم عارفين قد ايه الفتره اللي جايه فتره مهمه، وفي الفترات المهمه دي احنا ما بنستعينش غير بعد ربنا غير بجمهور النادي الاهلي، ما بنستعينش غير بجمهور النادي الاهلي في تشجيع النادي الاهلي، والتشجيع المثالي اللي احنا شفناه المباراه اللي فاتت باستثناء القله يعني، لكن التشجيع اللي احنا واقفين ومستنيين عشان حضراتكم، اللي اللعيبه دي مستنيه تشوف التشجيع ده علشان حضراتكم تطلعوا مبسوطين. قد ايه المسانده كانت جميله خلال الفتره اللي فاتت، قد ايه المسانده كانت رائعه من حضراتكم خلال الفتره اللي فاتت. انا بشكركم جدا جدا جدا، لان دي عاده جمهور النادي الاهلي، ونادي الاهلي جمهوره فريد من نوعه في المسانده والوقوف بجانب ناديه في حالات بتبقى صعبه جدا جدا جدا، ولكن النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي لما بيقف مع ناديه الدنيا بتتغير بشكل كبير جدا. فانا بشكر حضراتكم جدا، ولكن كالعاده زي ما حضراتكم متعودين مني، الفتره اللي جايه فتره مهمه قوي قوي قوي. الفتره اللي جايه عندك مباراه امام نادي الزمالك يوم 30 مارس، المباراه دي ممكن كل حاجه تحصل، الله اعلم ايه اللي هيحصل، في دي كره قدم في النهايه، فريق هيكسب وفريق هيخسر وفريق او ممكن يتعادلوا الفريقين، ولكن كل شيء جايز وكل شيء ممكن. مهما حصل في المباراه القادمه لسه الدوري طويل، حتى لو النادي الاهلي لا قدر الله حصل حاجه او لو النادي الاهلي كسب لسه الدوري طويل، مش عارفين ايه اللي هيحصل في المباريات القادمه. فمسانده حضراتكم الدائمه والمسانده اللي بتخلينا نروح دايما ونبقى مبسوطين جدا ونبقى فخورين جدا بيكم وبنفسنا ان احنا اهلاويه، احنا محتاجينها منكم الفتره اللي جايه. محتاجينها منكم ازاي؟ زي ما بقول لكم دايما وكالعاده، محتاجينها منكم في كل الاماكن. ما هو اللعيبه دي مش عايشه في الفضاء، اللعيبه دي عايشه في وسط الناس بتشوفها هنا وبتشوفها هنا وبتشوفها هنا. بفضل حضراتكم
شجعوا اللعيبه، ساندوا اللعيبه، اقفوا مع اللعيبه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق هنا، عن طريق هنا، عن طريق هنا، مفيش اي مشكله. اللي حضراتكم عايزين تعملوه اعملوه، ولكن مساندتكم بتفرق كتير قوي 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 قوي. 32,000 تعليق في ظرف يعني ساعتين، يعني يومين او اقل من يومين كمان، 32,000 تعليق. انا متخيل، انا قلت لهم يا جماعه احنا هنوصل لاكتر، هنعدي ال 50,000 تعليق، هنعدي ال 50,000 تعليق. فأتمنى يا رب، أتمنى إن شاء الله إن حضراتكم مساندتكم اللي أنا شايفها فاقت الوصف وعدت كل المساندات اللي في العالم من الجماهير لفريق، أتمنى إن هي تفضل موجودة خلال الفترة اللي جاية. عندنا 11 يوم لغاية مباراة نادي الزمالك الهامة جدا جدا جدا، ولكنها مؤثرة في جدول الدوري، ولكن في نفس الوقت بعدها لسه في 10 مباريات تقريبا ولا 11 مباراة لسه بدأ، ده هنتكلم عليه خلال الأسبوع بالكامل. لكن المساندة الحقيقية هي مساندة جمهور النادي الأهلي، المساندة الحقيقية هي إن حضراتكم كالعادة تفضلوا دايما واقفين. وبالمناسبة عندنا فترة مهمة جدا الفترة اللي جاية،